حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إلى حسنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سألت ربع الندى، سألت ربع الندى، والدمع ينهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم. لسان حال السيدة أم البنين سلام الله عليها، وهالليلة ليلتها بعد ليلة باب الحوائج، إن شاء الله الحوائج كلها تقضى إن شاء الله. أي والله. سألت ربع الندى، سألت ربع الندى، والدمع ينهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم. نزلوا أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا، أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد، بارك الله فيكم، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا، يا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا، هيهات، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا، لأزرعن طريق الطاف ريحانا، يا خويا بعد هيهات،
الدهر بيكم يعود ورد شيل راسي بيكم ردود ردود ترد جفوف ابو فاضل الزنود او تتلايم ويل جروح الاكبر انا ام الاربع الراحه ولا جو ولا جاو أنا من الأربع الراحة ولا جاو عليهم أرض مثل مني أنا ولا جاو ولا جاو وش كثر ونه على الغبرة ولا جاو أرفع وراسي بجهادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم واجعلني من ورثة جنة النعيم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله الليلة يختم هذا الموضوع إن شاء الله موضوع المحاضرة لأن طال ثلاثة محاضرات تقريبا. الآيات طبعا كانت تتكلم عن النبي إبراهيم. أنتم عدكم وياي بعد ما شاء الله متداولين وياي ومسلسلين معي. الكلام كان عن النبي إبراهيم والنبي إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا مفصلا عنه كانت له مناظرات أربع، والمناظرات الأربع كانت عبارة عن المناظرة مع أبيه آزر اللي كان عمه وشرحناها بشكل مفصل، والمناظرة الثانية كانت مع عبدة الأجرام السماوية وشرحناها وقرأنا الآيات، المناظرة الثالثة كانت مع ملك بابل اللي اسمه شنو مولانا نمرود أيضا تكلمنا عنها وقرأنا الآيات، المناظرة الرابعة اللي أمس البارحة تكلمنا عنها المناظرة مع عبدة الأصنام اللي أيضا تكلمنا عنها. بعدما صارت المناظرة وقعت المناظرة بين النبي إبراهيم عليه السلام وبين عبدة الأصنام لفظا ما فاد الحكي وياهم باللفظ، الحوار اللفظي ما فاد، فماذا صنع؟ أراد أن يجعل الحوار شنو؟ عملي. فسوى مولاي طلعوا يوم من الأيام كما ذكرنا أمس، طلع يوم من الأيام جماعة عندهم يوم يطلعون كلهم، فالكل خرجوا ولم يخرج النبي إبراهيم عليه السلام. قلنا ليش ما طلع؟ كان سقيما، عافية بارك الله فيكم، كان مريض تعبان، بس صحته مو مرض نايم بالفراش بيحيل يقوم، فنهض وكسر الأصنام وعلق الفأس مولانا في عنق الأكبر وجرى ما جرى، تعرفون بعد قرأنا الآيات بشكل مفصل مولانا وتطرقنا إليها. بعد ذلك صمموا على حرق النبي إبراهيم عليه السلام. قبل أن يحرقوا جابوا لهم نار طبعا خدمة للملك الظالم نمرود، حتى الأطفال كانوا يجمعوا الخشب، حتى الأطفال وحتى النساء وحتى الشيوخ والعجائز يعني حتى الكبار بالسن يريد أن يتقرب إلى الملك، جابوا خشب مولاي وحطوا الخشب، صار جبل من الخشب تل كبير، بحيث لما أضرمت النار الطيور الطير من مسافة أمتار وأمتار في السماء تحترق أجنحته ما يقدر يعبر، فرادوا يخلون إبراهيم ويلقى في النار ممتحنين شلون يشمرون بالنار ها؟ فصمموا على ماذا؟ أن يجعلوا يصنعوا شنو؟ المنجنيق. زين هسه بعض المؤرخين يقول لك هذه أول ما صنع المنجنيق بهالحالة هذه هنا في هذا المكان الشاهد. زين وذبوه في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. زين هذه احنا تكلمنا هسه مختصر ما قلنا في الليلة الماضية، ثلاث دقائق حكيتها الآن
اللي ما كان سمعها. زين حبيبي، الآن نبدأ بأدعية إبراهيم عليه السلام اللي هو ثقل الكلام في هذا المجال. النبي إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وأرادوا حرقه، قبل حرقه بالنار دعا بدعاء بأدعية. ونحن نعلم مولانا أن أكثر الأدعية في القرآن الكريم صادرة من النبي إبراهيم. أكثر الأدعية في القرآن، أقرأ الأدعية في القرآن، إحنا عندنا في القرآن أدعية كثيرة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء، واضح مولانا؟ أكو أدعية في القرآن من بين الأنبياء، من بين الأنبياء كلها. زين، أكثر نبي دعا يا نبي النبي إبراهيم عليه السلام. ليلة علي الأكبر إن شاء الله سلام الله عليه، ليلة علي الأكبر راح نتطرق إلى بعض أدعية إبراهيم المختصة بالأولاد، صفات الولد الصالح، كيف يصير عندي أنا ولد صالح، شلون أقدر أربي الولد الصالح، واضح مولانا؟ راح نتطرق إلى ليلة علي الأكبر إن شاء الله تعالى من القرآن طبعا، صفات الولد الصالح، الذرية الصالحة منين؟ من القرآن، ونشرحها إن شاء الله بشكل مفصل. زين، من جملة أدعية إبراهيم الخليل عليه السلام هو هذا الدعاء، بعدما لم يستطيعوا على الحوار معه والمناظرة معه، أول دعاء، شنو الدعاء الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف والله كم دعاء، قال ربي هب لي حكما، أول دعاء، هذا أول دعاء، ربي هب لي حكما، هسه أشرحها لك. الثاني، وألحقني بالصالحين، كم دعاء صار؟ اثنين، سورة الشعراء من 83 فصاعدا. أولا ربي هب لي حكما، ثانيا وألحقني بالصالحين. هسه هذول الصالحين يا هم اللي ألحقني، يعني بالماضي وبالمستقبل، يعني بالمستقبل، إذن بالمستقبل يكون صالحين أعلى منين؟ من إبراهيم، لأن هو يتمنى أن يحشر مع الصالحين. هو زلمتنا إبراهيم صالح لمو صالح؟ فهو صالح الرجال، هو من الصالحين، القرآن هم يقول إنه لمن الصالحين، هو القرآن يقول إنه لمن الصالحين. ثم شو يقول بهاي الآية؟ ألحقني، يعني أكو صالحين أعلى من إبراهيم. هسه يا هذول الصالحين هسه نتطرق له بالقرآن، وهذا حبيبي كم دعاء صار؟ اثنين، الأول ربي هب لي حكما، اثنين بعد والحقني، اثنين ثلاثة، اسمع هذا مهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، بالماضي وبالمستقبل، بالمستقبل اجعل لي لسان صدق، هذا لسان الصدق في الآخرين بالمستقبل، منه هذا نطرح حسب الآيات والروايات. زي حبيبي كم دعاء صار؟ ثلاثة، كله عن المستقبل يدعو، كله عن المستقبل، الأول الحكم، الثاني الصالحين، الثالث شنو مولانا؟ لسان صدق في الآخرين، الرابع واجعلني، هاي الدنيا خلص، الدنيا هاي الدنيا خلصها. زين، هنا بينتقل وين؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم، وين انتقل من الدنيا؟ انتقل وين الدعاء؟ إلى الآخرة. ها، اجعلني من ورثة جنة النعيم، إذا الجنة بها ورثة، الجنة بها جماعة ملكون الجنة، إبراهيم يريد يسير وياهم ويا الورثة، هذول الورثة بالجنة منه؟ هو إبراهيم عليه السلام كله يدعو هذا دعاء، يعرف ما هو المغزى ويعرف وين قاعد يشير. انتبهتوا أنا كل دعاء قاعد أشير لإشارة. كم دعاء صار؟ أربعة لو خمسة، أربعة عافية، الحكم، ألحقني بالصالحين، لسان صدق في الآخرين، بعد واجعلني من ورثة جنة النعيم، هاي أربعة. الخامسة من باب التأدب، شو يقول؟ واغفر لي أبي، يا هو أبو، ما قال لي والدي، أنا لي أبي، يا هو أبو آزر، هذا أبو له عمه، هذا عمه كما شرحنا بشكل مفصل، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، هاي الرحمة، الرحمة اللي كانت يملكها يا إبراهيم عليه السلام. خمسة، السادسة والأخيرة، ولا تخزني يوم يبعثون. زين، لا تخزني، كم دعاء صار؟ يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب، هذا القلب السليم ما عندنا حكي بيه. هسه نرجع للأدعية ونشرحها. زين حبيبي، نشوف الله إبراهيم، بين إبراهيم وبين النبي كم سنة؟ آلاف. لأن بين إبراهيم وبين النبي عندنا اثنين أنبياء من أولي العزم، من جملتهم ياهم من بعد إبراهيم ياهوج موسى عليه السلام، من بعد موسى عيسى، من بعد عيسى النبي الأعظم محمد. أعلى أعلى، صل على محمد وآل محمد.
أخوة تعرف الليلة شم الليلة هذه الليلة ليلة الجمعة، وأفضل الأعمال في ليلة الجمعة وأثقل ما في الميزان وكفارة الذنوب مولانا ولا يستجاب الدعاء إلا بها ياهي الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم. زين نرجع للأدعية. الدعاء الأول، الدعاء الأول قال بسم الله الرحمن الرحيم اللي يخص الدنيا، ربي هب لي حكما. ما هو هذا الحكم؟ أولا الهبة من الله، من هو الوهاب؟ الوهاب الله. تعرف الهبة؟ وهب يهب. الهبة مو الهدية، البعض يصور على أن الهبة هدية، لا، الهدية فيها عوض أو غرض. انتبهوا أخوان، انتبه لي شوي، انتبه لي زين، انتبه لي زين. الهدية بيها عوض لو بيها غرض، يعني لو لك غاية بيها هدف تعطي مثلا خاطر يقضون حاجتك مثلا، أو عوض. عوض يعني شنو؟ يعني هاليوم ابني تزوج، أنت انطيت ابني هدية، باكر لو ابنك يتزوج تنتظر مني أنطي ابنك هدية، واضح مولانا؟ هذه هدية لو هبة، هاي هدية. دائما الهدية فيها عوض أو فيها غرض دائما. الهبة شنو؟ الهبة لا عوض ولا غرض فيها، ما عندك لا عوض ولا غرض، زين؟ ما عندك أي مصلحة بها، سمونها هبة. زين هسه واحد منكم يقول لي شيخنا انا قاعد انطي لوجه الله، ما انتظر اي عوض من الناس او اي شيء من الناس. اذا انت تنطي لله، هو العطاء لمن؟ لله. اذا عندك مصلحه ولا ما عندك مصلحه؟ شنو مصلحتك؟ مصلحتك المغفره الالهيه، مصلحتك الجنه، مصلحتك الابتعاد عن النار. اذا حتى هاي تطيها، اللي يطي لله هم عنده مصلحه بها. دائما الانسان بلاش ما ينطي، حتى اللي ينطي لله هم عنده طمع، واضح مولانا؟ صدق يعني هذا زين، ينتظر باكر الله ينطي له ما ينطي. اذا الله ما انطى اول ما يعترض يقول له الهي انا انطيت لوجهك، وانتظر منك ان تبعدني من النار وان تدخلني الجنه. اذا ما عندنا واحد وهاب، ما عندنا واحد وهاب الا الله. الله سبحانه وتعالى لما يعطي لا يريد منك عوض ولا يريد منك غرض. ايش تطي الله؟ تطي فلوس، تطي جيعان مولانا، ايش تطي؟ ايش ينتظر منك؟ ما ينتظر منك شيء. زين هو الرزاق ذو القوة المتين، ولهذا الوهاب الوحيد والواهب الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. اذا اعطى يرزق من يشاء وترزق من تشاء بغير حساب، ما ينتظر منك يا بني ادم. وانت عبادتك وصلاتك وصيامك هذه لك مو لله. انت صلي او ما صلي، النفع والضرر وين يرجع؟ لك. والا الله ما له طمع بصلاتك. هذا في اليوم انا جاي من مجلس في ايران، واني بالسياره فاتصلت علي بنت جامعيه، يبين عليها من كلامها انها مثقفه جامعيه، قالت انا جامعيه. من جمله كلامها قالت انا لا اعتقد بان اكو جنه ونار اي بعد الموت. شنو رايك انت؟ قلت لها انا رايي اكو جنه ونار بعد الموت. قالت لي ايش؟ فانا اجبتها من جمله ما قالت، قالت انا ما اصلي. قلت لها زين ليش ما تصلين انت؟ اسمع هذه هذا مهمه. قلت لها ليش ما تصلين؟ قالت انا عندي حاجه كانت لله الله ما انطاني اياها، وانا عنادا لله بعد ما اصلي. زين قلت لها عجيب، انت تعاند صديقك، تعاند متعاند الله، انت تصلي لو ما تصلي؟ لا. يقول لي يا ابن ادم ان تكفر انت ومن في الارض جميعا لما نقص ذره من ملكي، ولو تؤمن انت ومن في الارض جميعا لما زاد ذره في ملكي. صلاتك الك، اصلي ما صلي، صوم ما صوم، هذا الاجر والثواب، الضرر والنفع راجع لك يا بني ادم، والا الله سبحانه وتعالى ما ينظر وما محتاج صلاتك اصلا. لكن يريد أن يغربل الإنسان بالعبادة. زين فمولانا شو يقول؟ الوهاب الوحيد الله. شو يقول إبراهيم عليه السلام؟ يقول له ربي هب لأن الهبة منين؟ من الله. ربي هب لي حكما. الحكم ما هو؟ الحكم البعض يفسره وضع كل شيء في محله ومعرفة الحق من الباطل. تعرف الزين من الشين، الخير من الشر، الحق من الباطل. يعرف الحكمة، حكمة الأعمال يعرفها، حكمة الأقوال يعرفها.
يعبرونها البعض، بعض العلماء يعبرها بالنبوة، لأن عندنا آية وآتيناه الحكمة صبيا، هذا يا نبي يحيى عليه السلام، الله يقول عنه وآتيناه الحكم شنو صبيا، الحكم هنا بمعنى ماذا مولانا؟ بمعنى النبوة، واضح؟ وآتيناه الحكم صبيا يعني وآتيناه النبوة وهو شنو صبي صغير كان يحيى عليه السلام. الشاهد مولاي ربي هب لي حكما، هذا الحكم يقتضي العبودية، المقامات اللي مر عليها، ويقتضي ماذا؟ النبوة، ويقتضي الرسالة، ويقتضي الخلة. والخامسة مولانا ربي هب لي حكما، ليش هب لي حكما؟ لأنه الآن هاي قبل أن تنزل عليه المقام العافية الإمامة، أربعة عنده مولانا، إذا عنده أربعة قال له ربي هب لي حكما، إذن عنده وحدة ناقصة، إذن هذا القول قبل يا أي قول إني جاعلك للناس إماما. زين، يمتى صار إمام؟ لما طلب من الله أن يعطيه الحكم، الحكم شنو؟ الإمامة. لأن هذا الرجال لما قال إيش قال؟ قال ربي هب لي حكما، لما قال هب لي حكما من بعد الأصنام، بعد فلسطين ما رايح له، إلا هو كان في بابل، في بابل شباب لو شايف كان شباب، راح إلى فلسطين هناك كبر وخلف، خلف إسماعيل وإسحاق. إذن هذا القول لما كان يتكلم يتكلم في شبابه لو شيء هرمه في شبابه، إذن الإمامة بعته ما جاي يخلى، واضح مولانا؟ فش قال؟ قال ربي هب لي حكما بالمستقبل، هذا الحكم شنو مولانا؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس ماذا؟ إماما. إذن الحكم هي المقامات الخمس من جملتها العبودية والنبوة والرسالة، وصار خليل وصار شنو؟ إمام. واضح حبيبي؟ هاي وحدة خلصنا من العدل. الدعاء الثاني ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إبراهيم نبي، وتعرفون الأنبياء كلهم من الصالحين، وأنا شرحتها في السنوات الماضية، وذكرنا في القرآن الصالحون كم قسم؟ ثلاث، اللي يتابع محاضراتنا يدري الصالحون في القرآن ثلاث، الصالحون العوام أنا وياك، إحنا العاديين العوام، الصالحون العوام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا مثلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالح. وهل مجرة هذه؟ هذول ياهم الصالحون، الصالحون العوام، الصالحون العوام، أكو درجة أعلى من العوام اللي الله يقول عنهم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من العوام، يعني من العوام، والذين آمنوا وعملوا من العوام، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم بالصالحين. إذن أكو صالحين أعلى من العوام، الصالحين أعلى من العوام ياهم الأنبياء مثل إبراهيم، الله شو يقول عنه؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الله احسبهم وياي، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، أنبياء بعد، كل من الصالحين. هذا الصالحين درجة أولى أو ثانية؟ أعلى، ثانية. في آية ثالثة، آية سورة التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أنبياء بعد، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، والأمران صالحين. إذن الدرجة الثانية من الصالحين ياهم الأنبياء، كم صالحون صاروا؟ اثنين، بارك الله فيكم. العوام أنا وياك، إذا كثرنا بعمل الصالح الله يحشرنا مع الصالحين درجة ثانية اللي ياهم الأنبياء. هسه الدرجة الثانية يتمنون أن يحشروا مع الدرجة الثالثة، مثل يوسف، يوسف عليه السلام شو يقول؟ يقول له توفني، سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن يوسف من الصالحين، لكن يا صالح عند درجة أولى لو ثانية؟ ثانية. أنتم خو ما ضيعتم مولانا، شو بس عينك وياي احكوا وياي، جزاك الله خير، خاطر أعرف أنه أنت منتبه لي، مو بس عينك وياي، جزاك الله خير. وإذا تقدرون تتقدمون إلى الأمام ما دام صار عذر للصلاة على محمد وآل محمد، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، تفضل.
جزاكم الله خير. اخوانا انا اعتذر قاعد احكي سريع لان ما تخلص، خاف انه يصير محاضره رابعه. زين اريد اخلصها بسرعه. جزاكم الله خير. مولانا العزيز كم صالحون صاروا؟ ثلاثه. هم ايش قد ذكرنا؟ اثنين. الاول الطبقه الاولى انا وياك العوام وذكرنا ايات. الطبقه الثانيه ياهم الانبياء وذكرنا ايات. هسه الانبياء يتمنون شو يقولون؟ يوسف من الصالحين درجه ثانيه، شو يقول؟ يقول له توفني مسلما والحقني بالصالحين، اذا صالحين درجه ثالثه. ابراهيم بهاي الايه بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، يريد الصالحين درجه الثالثه هو الثانيه. عندنا بعد سليمان عليه السلام. سليمان حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، إلى أن يوصل شو يقول له؟ يقول له وأدخلني، هذا سليمان، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن إبراهيم، يوسف، سليمان، الأنبياء يتمنون أن يحشروا مع الصالحين درجة ثالثة. هسه هذول الثالثة ياهم، هذول الثالثة الهوسة هنا صايرة هي، هو الثالثة هذول ياهم اللي الأنبياء يتمنون أن يحشروا مع هؤلاء الثلاثة الدرجة الثالثة. من هؤلاء؟ احنا ننطي آية، هي كم آية اكو؟ انا اعطيك آية واحدة خاطر نخلص البحث، واضح مولانا؟ نروح إلى آية سليمان. سليمان عليه السلام شو يقول؟ اسمع اسمع، يقول له وأدخلني، احفظها أنت شاطر، وأدخلني برحمتك في وين؟ عبادك الصالحين. كلمتين، هاي احفظها، شوف عبادك صالحين، عبادك صالحين. أنا وياك ندور بالقرآن نشوف وين هذه عبادك الصالحين وين موجودة؟ ندورها أنا وياك. يتمنى سليمان أن يحشر مع عباد الله صالحين، عبادك الصالحين. ندور بالقرآن وين موجودة مولانا؟ عافية. ترجع إلى سورة الأنبياء اللي يتمنى سليمان أن يكون مع عباد الله الصالحين، ترجع إلى سورة الأنبياء ما موجودة غير مكانها. زين ترجع إلى سورة الأنبياء آية 105، شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور، حافظينها انتم، ما ادري بكم انا ادري بكم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، اسمع، ان الارض يرثها، يرثها بالمستقبل يعني يملكها، يعني يحكمها، يحكم القاع كله، مو بس العراق، مو بس ايران، مو بس فلان، لا لا لا، كل القاع يحكمها، ان الارض كل القاع يرثها يعني يحكمها يملكها، ان الارض يرثها الحشاتين شنو؟ عبادي الصالحون، عبادي صالحون. إذن اللي يملك القاع في آخر الزمان ياهو عباد الله الصالحون اللي يتمنى سليمان أن يحشر معهم. زين ياهم اللي يحكمون القاع في آخر الزمان، الآية نازلة في عهد رسول الله بعد، النبي ما ملك القاع كلها، الإمام علي طبروه، الإمام الحسن سموه، الإمام الحسين ذبحوه، الإمام السجاد هم سموه، وهل مجرة ما حد منهم ملك القاع كلها من عهد النبي، من عهد نزول الآية إلى أن يبقى الإمام الحسن، ما حد ملك القاع، كلهم قتلوهم، ها كلهم شهداء. إذن يبقى عندنا شنو؟ رجل واحد وإمام واحد. هذا الإمام تفسره الرواية الحديث، شنو الرواية؟ قال رسول الله سنة مع شيعة صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطئ، يعني يشابه، يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فإذا ظهر يملأ الأرض قسطا. الأرض، شوف نفس الأرض الموجودة بالآية أن الأرض يرثها، النبي ايش قال؟ يملأ الأرض، نفس القاع، أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، ايش قال؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يام هذا مولانا، هذا سيدي ومولاي الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي. إذا كان الإمام عباد الله الصالحون فكلهم نور واحد. الإمام علي من عباد الله الصالح، الإمام الحسن، الإمام الحسين، ولهذا قال رسول الله، بس قوية لا سرخية إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، فكلنا محمد. الله صلى الله عليه محمد. إذن أحسن الله إليكم مولانا، إذن سليمان يتمنى أن يحشر مع عباد الله الصالحين. زلمتنا إبراهيم عليه السلام يقول وألحقني بالصالحين مثلا، ها
كذلك يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم محمد وآل محمد. كم دعاء سار؟ اثنين. كم دعاء لإبراهيم؟ اثنين. هن ايش قد كانن؟ ستة. الأول ربي هب لي حكما، الثاني وألحقني بالصالحين، الثالث واجعل لي لسان صدق في الآخرين الذي يمثلني بصدق، كون ذكري يبقى جيل من بعد جيل على صدق وأمانة وعلى طهارة. ولهذا أنت شوف الشوف شو يقول النبي، يقول صلوا علي كما أصلي، صلوا علي كما أصلي، كيف نصلي عليه؟ قال قولوا هكذا، هيج قولوا، قولوا اللهم صلي على، هذه الصلاة الكاملة، اللهم صلي على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وتفضل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وتحننت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إيش قال هو؟ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم. لا أعطيك أقوى من عده. هو قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ها، لسان صدق في الآخرين. بس وين آية تفسر آية؟ آية تفسر آية. هاي الآية شو تقول؟ تقول اجعل لي لسان صدق في الآخرين. عندنا آية في سورة مريم، شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا لهم، اسمع خلي اطيح بالآية أنا، بس بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، وجعلنا ووهبنا لهم من رحمتنا، وجعلنا له لمن؟ لإبراهيم. سورة مريم آية 50، وجعلنا له لسان صدق عليا. شو قال؟ هو قال اجعل لي لسان صدق في الآخرين. سورة مريم ايش قالت؟ سورة مريم قال احنا لبينا لحاجته، احنا لبينا لدعائه، شنو؟ وجعلنا له لسان صدق عليا. شو يقول الإمام الباقر عليه السلام؟ الإمام الباقر يقول هذا جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لسان صدق عليا. إذن كم دعاء سار؟ ثلاثة، ربي هب لي حكما، بعد وألحقني بالصالحين ترتبط بآل البيت، بعد واجعل لي لسان صدق في الآخرين اللي ياهو هو أمير المؤمنين والأئمة الأطهار من بعده، طبعا واحد تلو الآخر كلهم. الدعاء الثالث، الدعاء الثالث واجعلني من ورثة جنة النعيم. يوم الرابع، أي الرابع، أنا ضيعت ترى بعض الأوقات، زين، الرابع مولانا واجعلني من ورثة جنة النعيم. ياهم ورثة جنة النعيم اللي يتمنى إبراهيم يصير وياهم، ها؟ من هؤلاء؟ إحنا نقول من هؤلاء، بس الدليل ما هو؟ الدليل ورثة جنة النعيم، خل أعطيك آية، آية في سورة المؤمنون، شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك هم الوارثون. اسمع عين، اسمع، تعبت عليها ترى، ايدي طايحه من الكتابه، حتى ما طبعتها مكاتبها بيدي. اسمع مولانا ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، سوره المؤمنون ايه 10، ايش قال؟ اولئك هم الوارثون. ياهم، اسمع ايش قال هو زلمتنا ابراهيم عليه السلام؟ قال واجعلني من ورثه، من عندهم سويني، ها، من ورثه جنه النعيم. هذول الورثه ياهم. الايه ذي شو تقول مولاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هذول مو من الورثة، هذول شنو؟ هم الورثة، هم مالكين الجنة كلها. واضح مولانا؟ اللي يدخل إلى الجنة ببركة هؤلاء يدخل إلى الجنة. واضح مولانا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا هم ورثة الفردوس، يا هم ورثة جنة النعيم اللي يتمنى إبراهيم أن يكون منهم. يقول سيدي ومولاي الإمام الكاظم هذه الآية نزلت في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذن ورثة جنة النعيم اللي يتمنى أن يكون إبراهيم من ورثة جنة النعيم، يا هم طلعوا آل البيت سلام الله عليهم.
زين أعطيك دعاء، الدعاء موجود في كتاب بحار الأنوار مجلد 95، في أكو كيفية صلاة واردة بهالصلاة، هذه رواية بحار الأنوار مجلد 95 صفحة 138، وكتاب تأويل الآيات الظاهرة صفحة 193، قاعد نثبت من هم ورثة جنة النعيم. حطينا آية ورواية، نعطي دعاء بعد. شو يقول الدعاء؟ يقول سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية محمد وآل محمد. سمعت؟ صلوا على محمد. عيوني خلي أكمل لك هذا الدعاء وانتبه للمعنى، رجاء انتبه للمعنى مو بس انغلق لك. شوف استعبد أهل كلهم للعبادة ببركة هؤلاء. اسمع، سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية محمد وآل محمد، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل محمد، سبحان من خلق النار من أجل محمد وآل محمد، سبحان من خلق الدنيا والآخرة لمحمد وآل محمد، سبحان من خلق من سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. شوف الدعاء، سبحان من خلق الجنة، خلق الجنة، والدعاء تكملته سبحان من يورثها، يورثها لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن واجعلني من ورثة جنة النعيم، ورثة جنة النعيم ياهم آل البيت سلام الله عليهم. كم دعاء صار؟ أربعة، لا تضيعون أربعة. الخامس بعد ما بيشرع، الخامس والسادس على السريع يعني شارحينها من قبل، قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وشرحناها شلون استغفر لأبوه بعدين شمولنا، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. زين هاي شرحناها. بعد ولا تخزني يوم يبعثون، يوم القيامة لا تفضحني. طبعا هذا رجل نبي معصوم، بس الكلام مو إله، الكلام لمن؟ للعامة، من باب إياك يعني واسمع يا جار. زين هذا يمتى يوم يبعثون؟ ثقل الكلام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هو القلب السليم. اسمع خلي أشرح لك أنا، فتشرح جدا جميل. اسمعني، القلب السليم، من هو القلب السليم أو ما هو شلون نقدر نحصل على القلب السليم؟ القلب السليم كم معنى إله؟ إحنا عندنا كلمة القلب والقلوب جاية بالقرآن بأنواعها، لكن القلب السليم أعلى قلب. شنو هذا القلب؟ أولا القلب الخالي من الشرك، هذا يسمونه قلب سليم. ثانيا خال من المعاصي والذنوب، هاي حسب الرواية قاعد أذكرها لك بس ما بيغلى الرواية، هاي اثنين. ثلاثة القلب الخالي من حب الدنيا، مو العمل للدنيا، احنا نشتغل للدنيا بس تعلق بالدنيا يكون لا يصير. أنا أفدي الدين للدنيا؟ لا، أنا أفدي كل شيء، الصلاة والصيام والعبادة للعمل والدنيا لا لا لا، الإسلام ما يقبل. يقول لك أنت اعمل لآخرتك كأنك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني لا يسعدك تعلق محض للدنيا. واضح مولانا؟ هذول الثلاثة. أسمع مولاي، الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول القلب السليم من لقى الله ولم يوجد فيه إلا الله. ها؟ القلب السليم ياهو اللي يلتقي يعني يوصل إلى الله، يموت وليس في قلبه حب إلا لله، هذا يسمونه ياهو صاحب القلب السليم. كلمة راح أربطها جدا جميل، كلمة الأول مرة محشية، كلمة القلب السليم أجت في القرآن مرتين، مرة هنا قالها إبراهيم، مرة هنا قالها إبراهيم. إيش قال إبراهيم عليه السلام؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هاي سورة الشعراء. الروح إلى سورة الصافات، واضح مولانا؟ أيضا قالها إبراهيم. إيش قال؟ قال اسمع قال بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعة من؟ من شيعة نوح. هسه كثرنا من ذيك الروايات، خليها بعدين نحكيها. وإن من شيعته، هنا كل المفسرين سنة مع شيعة يقولون وإن من شيعته يعني إبراهيم، من شيعة من؟ من شيعة نوح عليه السلام. أصبح من شيعة نوح، شلون صار من شيعة نوح؟ نوح عليه السلام عنده سفينة بعد، ها،
وإن من شيعته لإبراهيم، زين، إذ جاء ربه بقلب سليم. أجا إلى الله لما وصل إلى القلب السليم صار من شيعة نوح. إذن كل من كان من شيعة نوح فهو صاحب القلب السليم، صح لو لا؟ حسب الآية، كل من من شيعة نوح يكون صاحب القلب السليم. زين، شيعة نوح ياهم، شيعة نوح من ركب السفينة، اللي ركب السفينة كان من شيعة نوح، واللي غرق لا ليس من شيعة نوح، اللي ركب السفينة محدودين، هذول شيعة نوح، وشيعة نوح حسب الآية عند قلب سليم. زين، بعد إيش قال؟ قال رسول الله أهل بيتي كسفينة نوح. أهل بيتي، اسمع هذه، اسمعها، أنا والله ما أقدر أحكيها. أهل بيتي، إن شاء الله انتبهت للنتيجة. أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، يعني من شيعة نوح عند قلب سليم، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللي يركب بسفينة نوح كان من شيعة نوح وصاحب القلب السليم، والذي يركب في سفينة محمد وآل محمد فهو من شيعتهم ويملك القلب السليم. الله صل على محمد وآل محمد. إذن نوح عند سفينة النجاة، نوح عند سفينة النجاة. قل لي سفينة النجاة يا هي. إن الحسين، أقرأ، إن الحسين مصباح هدى، بعد وسفينة النجاة. الله، وسفينة النجاة، الحسين سفينة النجاة. إذا كان إبراهيم عنده سفينة، الحسين سفينة النجاة، فمن ركب هاي سفينة النجاة، هاي سفينة النجاة، شوفوا هاي قاعدين أنتم ها، فمن ركب في سفينة الحسين كان من شيعته، فمن كان من شيعته صاحب القلب السليم، ومن كان عند قلب سليم الله لا يخزيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النجاح والفوز بحب الحسين عليه السلام. شي يقول؟ كلنا سفن النجاة، كلنا سفن النجاة. اسمع، وسفينة جد الحسين أسرع وأوسع. كلنا سفن النجاة، بس الحسين أسرع وأوسع. الله يا أبا عبد الله، روحي فداك. اي ليش حصل هالمقام؟ لأن ضحى بكل شيء في سبيل الله، أعطى الغالي والنفيس في سبيل الله، أعطى الصغير وأعطى الكبير، أعطى الإخوة، أعطى الأولاد، كل شيء قدمه الحسين، ثم قدم مهجته بأبي وأمي الحسين عليه السلام. أنت من أي جانب تنظر إلى مصيبة الحسين فهي مصيبة عظمى، من أي مكان تشير إلى الحسين تشوفها مصيبة عظمى. ها، والليلة ليلة من نصر الحسين بأولادها، ها، ضحت بكل شيء للحسين عليه السلام، ركبت سفينة الحسين عليه السلام، ها، حرك الظعن، طلع الظعن، تدرون بعد هذا خروج الحسين البارحة واليوم، ها، طلع الظعن، من طلع الحسين طلع صاح صوت امرأة، قفوا لي هنيئة، البارحة العليلة صاحت، يا اليوم يصيح امرأة كبيرة، قفوا لي هنيئة، أنطي السماعة صدى، جزاك الله خير، قفوا لي هنيئة، نظروا إلى الخلف وإذ بها أم البنين، أم البنين، أم أبي الفاضل، ماذا تريدين يا أم البنين؟ قالت فلينزل ولدي أبو الفاضل، خلينزل أوليدي أبو فاضل. نزل أبو الفضل العباس، ها، قبلت وقلت لأوليدي أنا أمك وتعبت عليك وربيتك بعيوني يا يمه، وأريد حاجة منك، لأنعمنك عينا أمه يا أم البنين. قالت أريدك أن تبيض وجهي أمام الزهراء. أويل يا زهراء، اسمعها، وقفت براس الوادي أمي البنين تنادى. أنت أقرأها. وقفت براس الوادي أمي البنين تنادى، آه من شاء
وتولي ما تنوق الزمل طلعت ولي عيوني تأمل هونك علي الحادي ما شاء الله أم البنين أم البنين تنا وصلت لأولادها يا أولادي الأربعة تسمعون بالحسين أريد لكم توصون اسمع هاي الأم المخلصة خاف الذي كتبه ويغدرون بحسين أخوكم نور العيون راحت لأولادها واحد تلو الآخرها جمعت أولادها اسمع هذا البيت تقولهم إذا رديت يا أولادي علي اسمع اسمع إذا رديت يا أولادي علي أوظل حسين مرمي على الوطي اسمع اسمع اول مره اقرا الابيات هذه اذا رديت يا اولادي علي او ظل حسين مرمي على الوطيه او زينب بتعلى راحت سبيه او زينب بتعلى راحت سبيه يما ذمه ما ابريكم للمنيه ثم ذهبت لولدها أبو الفاضل يا ابني يا أبو فاضل تقرب اللي مناشد وياك مطلب اشتردين يا يما بالك يا يما تعوف زين مالك يا يما تعوف زينب أريد أن عليها الريح لوهب تغضب ولا تخليه يقرب شنو الجواب أبو الفاضل يجيب أمه يقولها يا والد لابد تسمعين عن كربلا يمي وتخبرين أقولها لولا أصير عبد مملوك الحسين أويلي أويلي أين المنادي وعباسا لا تخجل أيوة سيدة حرك الضعن الضعن مش ركضة أم البنين ما ينطيها قلبها اسمع مولانا ركضة أم البنين ولدي عباس انزل من على ظهر جوادك نزل العباس يما أنا سويت العلي وظل عليك أنا سويت العلي وظل عليك عقدت الراية بيدي وحلها بيديك اشقلها أبو الفاضل لا تخافين يما وقري عيونك لا بتج الناس ويخبرونك شنو اسمع أخل الناس أم الوفا يسمون أويلي أويلي إيه والله راحت بعد مكانين عندها مكانينها راحت أم البنين إلى زينب ما ينطيها قلبها راحت والله هذا البيت يجرح القلب اسمعها راحت إلى زينب يما يا زينب تعالي تعالي يا زينب إجت زينب صاحت إذا عباس جسم على الشريعة داس اسمع خلي أعيدها إليك إذا عباس أم البنين تحكي يا زينب إذا عباس جسم على الشريعة داس فدوة خل تدوس الخيل بس حسين لا يندم وليدي فدوة خل تدوس الخيل بس حسين لا يندس البيت الأكبر اسمعها الله ذهبت إلى الحسين جلست أم البنين عند الحسين أريد يطلعها شدق له ضمها الحسين إلى صدره تقل له يمه أحلى سنين عمري وأجمل أيامه وين يا أم البنين وين أحلى سنين عمرك والله ما عندي قلب أقرأها أول مرة أقرأها أحلى سنين عمري وأجمل أيامه يمه بيوم لجيتكم للبيت خدام أي
خدامة بنين إن شاء الله يرفعون للهامة. ظلت الآن رجعت السبايا، لما رجعت السبايا أم البنين دخلت على زينب، اسمع مولايها تقلها يوم يا ريت إلي مية من الأولاد وتروح فدوى بالسجاد، يما لو أدري بحليبي هالوفة جان بعد ربي يت لك يا حسين خوان. أنا أربع أولادي كبرتهم وعلى حبك يا بني مرضعتهم، يما بيدمك بيدمك أمانة سلمتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله، عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم، الفاتحة مع الصلوات. بسيطة منزلا حتى بنا